أقول بعد الحمد لله على ما من من إنعامه وأكملا، ثم صلاة الله تترى أبدا على النبي العربي أحمدا. فالقصد من هذا النظام المحكم حصر مخارج حروف المعجم، وهي ثلاث مع عشر واثنتين في الحلق ثم الفم ثم الشفتين، فالهاء والهمزة ثم الألف من آخر الحلق جميعا تعرف، والعين من وسطه والحاء والغين من آخره والخاء، والقاف من أقصى اللسان والحنك، والكاف من أسفل شيئا تدرك، والجيم والياء كذا، والشين منه ومن وسطه تكون، والضاد من حافته وما يلي ذلك من أضراسه من أولي، واللام من طرفه والراء، والنون هكذا حكى الفراء. والحق أن اللام قد تناها له من الحافة من أدناها، والراء أدخل إلى ظهر اللسان من مخرج النون فدونك البيان، والطاء والتاء وحرف الدال أعني بها المهملة الأشكال. أقول بعد الحمد لله على ما من من إنعامه وأكملا، ثم صلاة الله تترى أبدا على النبي العربي أحمدا. فالقصد من هذا النظام المحكم حصر مخارج حروف المعجم، وهي ثلاث مع عشر واثنتين في الحلق ثم الفم ثم الشفتين، فالهاء والهمزة ثم الألف من آخر الحلق جميعا تعرف، والعين من وسطه والحاء، والغين من آخره والخاء، والقاف من أقصى اللسان والحنك، والكاف من أسفل شيئا تدرك، والجيم والياء كذا، والشين منه ومن وسطه تكون، والضاد من حافته وما يلي ذلك من أضراسه من أولي، واللام من طرفه والراء، والنون هكذا حكى الفراء. والحق أن اللام قد تناها له من الحافة من أدناها، والراء أدخل إلى ظهر اللسان من مخرج النون فدونك البيان، والطاء والتاء وحرف الدال أعني بها المهملة الأشكال. أقول بعد الحمد لله على ما من من إنعامه وأكملا، ثم صلاة الله تترى أبدا على النبي العربي أحمدا. فالقصد من هذا النظام المحكم حصر مخارج حروف المعجم، وهي ثلاث مع عشر واثنتين في الحلق ثم الفم ثم الشفتين، فالهاء والهمزة ثم الألف من آخر الحلق جميعا تعرف، والعين من وسطه والحاء، والغين من آخره والخاء، والقاف من أقصى اللسان والحنك، والكاف من أسفل شيئا تدرك، والجيم والياء كذا، والشين منه ومن وسطه تكون، والضاد من حافته وما يلي ذلك من أضراسه من أولي، واللام من طرفه والراء، والنون هكذا حكى الفراء. والحق أن اللام قد تناها له من الحافة من أدناها، والراء أدخل إلى ظهر اللسان من مخرج النون فدونك البيان، والطاء والتاء وحرف الدال أعني بها المهملة الأشكال. أقول بعد الحمد لله على ما من من إنعامه وأكملا، ثم صلاة الله تترى أبدا على النبي العربي أحمدا. فالقصد من هذا النظام المحكم حصر مخارج حروف المعجم، وهي ثلاث مع عشر واثنتين في الحلق ثم الفم ثم الشفتين، فالهاء والهمزة ثم الألف من آخر الحلق جميعا تعرف، والعين من وسطه والحاء، والغين من آخره والخاء، والقاف من أقصى اللسان والحنك، والكاف من أسفل شيئا تدرك، والجيم والياء كذا، والشين منه ومن وسطه تكون، والضاد من حافته وما يلي
ذلك من أضراسه من أولي، واللام من طرفه والراء، والنون هكذا حكى الفراء. والحق أن اللام قد تناها له من الحافة من أدناها، والراء أدخل إلى ظهر اللسان من مخرج النون فدونك البيان. والطاء والتاء وحرف الدال أعني بها المهملة الأشكال. أقول بعد الحمد لله على ما من من إنعامه وأكملا، ثم صلاة الله تترى أبدا على النبي العربي أحمدا. فالقصد من هذا النظام المحكم حصر مخارج حروف المعجم، وهي ثلاث مع عشر واثنتين في الحلق، ثم الفم، ثم الشفتين، فالهاء والهمزة، ثم الألف من آخر الحلق جميعا تعرف، والعين من وسطه، والحاء والغين من آخره، والخاء والقاف من أقصى اللسان والحنك، والكاف من أسفل شيئا تدرك، والجيم والياء كذا، والشين منه ومن وسطه تكون، والضاد من حافته، وما يلي ذلك من أضراسه من أولي، واللام من طرفه، والراء، والنون هكذا حكى الفراء. والحق أن اللام قد تناها له من الحافة من أدناها، والراء أدخل إلى ظهر اللسان من مخرج النون فدونك البيان. والطاء والتاء وحرف الدال أعني بها المهملة الأشكال. أقول بعد الحمد لله على ما من من إنعامه وأكملا، ثم صلاة الله تترى أبدا على النبي العربي أحمدا. فالقصد من هذا النظام المحكم حصر مخارج حروف المعجم، وهي ثلاث مع عشر واثنتين في الحلق، ثم الفم، ثم الشفتين، فالهاء والهمزة، ثم الألف من آخر الحلق جميعا تعرف، والعين من وسطه، والحاء والغين من آخره، والخاء والقاف من أقصى اللسان والحنك، والكاف من أسفل شيئا تدرك، والجيم والياء كذا، والشين منه ومن وسطه تكون، والضاد من حافته، وما يلي ذلك من أضراسه من أولي، واللام من طرفه، والراء، والنون هكذا حكى الفراء. والحق أن اللام قد تناها له من الحافة من أدناها، والراء أدخل إلى ظهر اللسان من مخرج النون فدونك البيان. والطاء والتاء وحرف الدال أعني بها المهملة الأشكال. أقول بعد الحمد لله على ما من من إنعامه وأكملا، ثم صلاة الله تترى أبدا على النبي العربي أحمدا. فالقصد من هذا النظام المحكم حصر مخارج حروف المعجم، وهي ثلاث مع عشر واثنتين في الحلق، ثم الفم، ثم الشفتين، فالهاء والهمزة، ثم الألف من آخر الحلق جميعا تعرف، والعين من وسطه، والحاء والغين من آخره، والخاء والقاف من أقصى اللسان والحنك، والكاف من أسفل شيئا تدرك، والجيم والياء كذا، والشين منه ومن وسطه تكون، والضاد من حافته، وما يلي ذلك من أضراسه من أولي، واللام من طرفه، والراء، والنون هكذا حكى الفراء. والحق أن اللام قد تناها له من الحافة من أدناها، والراء أدخل إلى ظهر اللسان من مخرج النون فدونك البيان. والطاء والتاء وحرف الدال أعني بها المهملة الأشكال. أقول بعد الحمد لله على ما من من إنعامه وأكملا، ثم صلاة الله تترى أبدا على النبي العربي أحمدا. فالقصد من هذا النظام المحكم حصر مخارج حروف المعجم، وهي ثلاث مع عشر واثنتين
في الحلق ثم الفم ثم الشفتين، فالهاء والهمزة ثم الألف من آخر الحلق جميعا تعرف، والعين من وسطه والحاء، والغين من آخره والخاء، والقاف من أقصى اللسان والحنك، والكاف من أسفل شيئا تدرك، والجيم والياء كذا، والشين منه ومن وسطه تكون، والضاد من حافته وما يلي ذلك من أضراسه من أولي، واللام من طرفه، والراء والنون هكذا حكى الفراء، والحق أن اللام قد تناها له من الحافة من أدناها، والراء أدخل إلى ظهر اللسان من مخرج النون فدونك البيان، والطاء والتاء وحرف الدال أعني بها المهملة الأشكال. أقول بعد الحمد لله على ما من من إنعامه وأكملا، ثم صلاة الله تترى أبدا على النبي العربي أحمدا، فالقصد من هذا النظام المحكم حصر مخارج حروف المعجم، وهي ثلاث مع عشر واثنتين في الحلق ثم الفم ثم الشفتين، فالهاء والهمزة ثم الألف من آخر الحلق جميعا تعرف، والعين من وسطه والحاء، والغين من آخره والخاء، والقاف من أقصى اللسان والحنك، والكاف من أسفل شيئا تدرك، والجيم والياء كذا، والشين منه ومن وسطه تكون، والضاد من حافته وما يلي ذلك من أضراسه من أولي، واللام من طرفه، والراء والنون هكذا حكى الفراء، والحق أن اللام قد تناها له من الحافة من أدناها، والراء أدخل إلى ظهر اللسان من مخرج النون فدونك البيان، والطاء والتاء وحرف الدال أعني بها المهملة الأشكال. أقول بعد الحمد لله على ما من من إنعامه وأكملا، ثم صلاة الله تترى أبدا على النبي العربي أحمدا، فالقصد من هذا النظام المحكم حصر مخارج حروف المعجم، وهي ثلاث مع عشر واثنتين في الحلق ثم الفم ثم الشفتين، فالهاء والهمزة ثم الألف من آخر الحلق جميعا تعرف، والعين من وسطه والحاء، والغين من آخره والخاء، والقاف من أقصى اللسان والحنك، والكاف من أسفل شيئا تدرك، والجيم والياء كذا، والشين منه ومن وسطه تكون، والضاد من حافته وما يلي ذلك من أضراسه من أولي، واللام من طرفه، والراء والنون هكذا حكى الفراء، والحق أن اللام قد تناها له من الحافة من أدناها، والراء أدخل إلى ظهر اللسان من مخرج النون فدونك البيان، والطاء والتاء وحرف الدال أعني بها المهملة الأشياء.